بسم الله يا سيد. فين البلولة؟ صباحات ابيض، فين هذول؟ الموتر دارك الله مشوار يا اخي. انت عربيتك وين هذول؟ عربيتي انا قاطع بنزين، لفيت الطرمبات دي كلها ما قلت لي بنزين. اي لكن انا ما شغال تحصيل هذول. ساعة زمن بس. ما بتتوخر؟ ما بتاخر. خلاص. تفضل. وي. بنزين مكيف. انت مالك مال البنزين يا اخي ما تقول شفت الموتر ابقى مارك بس. غلبك تدوره؟ ما كل يوم بسوق والليلة ما له غلبك. كده يا اخي. ابقى ماري. خلاص؟ هاي. ما قلت لك والله الليل الله يمرق المطر وسال. ارفع التقالة جاهز، ارفع التقالة والله جاهز. بنزين انت هذا انت ماشي جايبي. النبي ده بني ادم ده والله يا اخو الزول ده عاقل عيق شديد خلاص وانت ما تدق الارضين وما لنا يعني التليفون ده شال داس تحمامه ما دقيت له ولقيته تليفونه مقفول يكون ماله ان شاء الله يكون الداعي خير خير ما خير دي توبه تاني حرر علينا الواطيخ هاضر هوي الغايب عذره معه عذره ما عذره هو عذر له شنو زول خمله ومتابعه الفارغات عيب عليك هاضر البلول اخوي اخو اخوان انت هذا كمان بدافع عنه بعد السواو ده كذب سللين فيه اصوف قولك فوق جضوم المنفخات العامله زي جضوم الشافع لما في علبه الكعك بغفله يا مليو كيف الاحوال يا اخوي البلوله ما شفته البلوله دي قبل ازرق قاعد في البيت يا زول كيف الكلام ده والله ده الحاصل يا والله ده كلام ثاني والله انا بعرف اللي اوري هيا حي ودي يا مرحبا هنا هذا لك عجوة شيء مارك لا برا مرحبا انت هذا لك وجيت مالك ما جيتني بهناك والله يا فضل انا قررت الموتر ده يكون معي لحد ما اشتري لي بطارية جديدة ان شاء الله هذول انت مخلول والله شنو الموتر ده عهدة عندي وانا شغال بتحصيل ما دعيقنا في شغلتنا شوف يا فضل بما انني الامين العام للجنة الحي المثالي من حقي اقرر اي قرار وممكن ارفدك ترفض من هذا ترفض من الله يرقد لك بيبوني حس على جيبك عليه قدومك ترفض من هذا اقول لك كلام اي بنتلاقى فوق ظهورنا البليله وزي ما قال المثل الله ما يدي الكديسه ريسه يا زول الزول ده مالك ما مشيت له هزول زول من هذا الزول البلول يا زول الزول ده عيان وراقد الحلة دي جد مشيت له يا ما تخجل افضل يا اخي يا اخي خجل شنو اخوان زول انا ماني عارف اذا تمشي له قبالي عيا يعني والله هنا يا اخي امشي له يا اخي يا اخي ما في زول مفضل ما جاي الا انت افضل خلاص هذول ماشيين فرحانين انت تقول عيان كلينتون البلولة ده جابوا الناس ليه الزول ده البجنز حسادة الورق دي سعر شاكي يكون كاتبه هو مشاعر من نصيب الزمان مرحب مرحب تفضل كيف البلولة؟ عليكم السلام سلامات هذول تفضل كيفك؟ شلون طيب؟ الحمد لله كفار هذول الله سيادة يا أخي قطايا هنا؟ صليبين؟ هاي وشك أصفر ذات وكعب خلاف لا 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 أنا قالوا لي تحسن داسي ما يغشوا قالوا يغشوا يا أخي أنا النصيحة دي كانت رقبتي بقولها دي ما أنت حقيقة وشك موت موت عندك كم صليب؟ اثنين عام الأول خديجة محمد العلي ما ماتت بصليب ونص يعني حتى عن أخوتها تكون مركب بقلب طويل هذول خديجة صليب خالد ودى اللي معه مات بكم صليب صليب وربع صليب وربع رقدنه ستنت هذول تابت هذول هذول بتعويل فيها
تفضل اذا ما بترمي ما لك افضل يا اخي. هيك لازم لك هناك الوشك موت موزعته. انا بنصحك عشان تعمل حسابك. يعني كان عندك غدادة مع زول تعافيه، اكان في زول داير له منك قروش تديه عشان تمشي نظيف. هذول انت ما باقي لك كثير. هذول اي زول داير منك حاجه رجع لي. والله والله عشان تمشي نظيف انت هذول ما بتقعد كثير. والله ما بحب اكل حق زول والله يا فضيل، لكن ما تفهمني غلط. حق الناس ده كان نازل. ابدا ابدا بك انت زاد. تلقى قدام تلقى قدام. ابدا بك انت زاد. اها انت مفتاح موتنا. يا سلام. عارف البلولة؟ اي يا دوب الغير غامبلولة.